ودلوقتي الواد دوت تعب مني ورفيت بيه مستشفيات مصر كلها وكل مستشفى اخش فيها. انت يوم. الاول ايه صلتك بالولد؟ انا اللي مربيه جوز، انا جوز امه. انت زوج لامه وانت اللي مربيه؟ هو واخده عنده لما هو ابوه متوفي وانا متجوزه وهي عنده 9 اشهر ومربيه. طب معلش صوتك شويه بس. ومربيه في ايدي واخد بالك، وهو دراعي اليمين وابني وعزي من عيالي وحتى طلع شبهي واخد بال حضرتك. وبعدين انا دخلت المستشفى ومعايا اوراق، لكن رحت الدمرداش خدوا مني فلوس ورحت ده ورحت ده وكشفت في كل حته، وكل حته تخشها ياخدوا منك الجنيهات اشعاعات وتحاليل، ودخت وصرفت اللي في جيبي كله، كان معايا تليفون ب 4000 جنيه بعته ب 1200 جنيه عشان انا اشوف ابني ده في ايه. وفي الاخر جايبه المستشفى، دخلت على الدكتوره لقيتها قاعده بتشرب كافي ميكس وحتى رجل على رجل وبتتصل بعد تتكلم بمكالمه خارجيه مع حد ومش مهتمه بيا، حتى ما رفعتش السماعه وكشفت عليه. مسكت الاشاعه قالت لي ايه ده؟ هو انت صابر عليه ازاي كل ده؟ طب انت بتطمنيني كده ولا انت بتعملي فيا ايه؟ طب احجزي سيادتك، قالت لي مفيش مكان، طب امديري ورق ان هو مفيش مكان مش عايزه تمدي، طب حوليني جيبي لي الاسعاف مش عايزه تجيب لي، طب جيبي لي اللجنات ده، طب اعمل ايه؟ قولوا لي طب اسيبه هنا وامشي؟ اسيبه قدام المستشفى وامشي؟ ولا اجيب ازازه بنزين دلوقتي حضرتك واصورني وانا بولع في نفسي انا وهو؟ اعمل ايه؟ الواد رئته بايظه وهو ورق اهو، كل ده بفلوس، يعني الورقه دي بفلوس، ها الورقه دي بفلوس مش ببلاش، ودي بفلوس ودي بفلوس ودي بفلوس ودي بفلوس، وتكاتك بفلوس وعربيات بفلوس، وقاعد متهان قدام استنى اظبط دورك متشحطط. رحت مستشفى ابو الريش، ها قعدت من مستشفى ابو الريش دي من الساعة 8 بالليل لحد أول مترو 5 الصبح أركبه. اقول لي بقى واحد زي حالاتي قاعد هو واحدة زي دي، كلوا إيه؟ شربوا إيه؟ وصرفوا إيه؟ وقفل ورشتي أساساً، وقفل ورشتي وبلف بالواد عشان أنا الواد ده بس يعيش، أنا مش عايز حاجة. لو عايزين حاجة أعمل، الواد بيموت. عارفين يعني إيه بيموت؟ أهو بيموت، شافت الإشاعة تقول لي إزاي أنت صابر عليه؟ طب اصبر اروح فين؟ انت بتقولي كده بتطمنيني، طب اديله ابره، طب اديله كلاكوز، طب اديله اي حاجه. لا يا بطك على الله شوف لك مستشفى تانية. لفيت 5 6 مستشفيات وقالوا لي روح اهو، بص تسهيل لي اهو، بص حضرتك اهو، دول لفيتهم اقرا كده المستشفيات اللي فوق دول، كل دول انا رحتهم وفي الاخر تعبت وقلت اجي المستشفى اللي عند بيتنا عشان اروح فين.